كريم، ايه اللي اختلف ما بين النادي الاهلي ما قبل كاس الامم الافريقيه وما بعد كاس الامم الافريقيه؟ اعتقد اسلام يعني امبارح بخلاف النتيجه الكبيره النادي الاهلي حقق طبعا على حساب بقيه المحله، لكن اكيد كل اللي اتفرج على المباراه دي استمتع بالاداء التكتيكي اللي قدمه النادي الاهلي. وطبعا بلغ سؤال مهم، النادي الاهلي من بدايه الموسم يعني احنا اول مره نشوف الفريق بيقدم الاداء ده. انا في وجهه نظري الاجابه على السؤال ده هلخصها في الجمله الاتيه. اتفضل. التورته اللي كان ناقصها قطع كريز اتحط عليها. النادي الاهلي بدخول الاسمين دول عمر كمال عبد الواحد وسام ابو علي، الاثنين دول ادوا تقل للنادي الاهلي في مركزين او في مكانين كان محتاج فيهم ان هو يشم فيهم نفسه. واحد وسام طبعا الناس مليون في المية مليون في المية ما بيحكمش على لعيب مباراة واحدة، ولكن وسام ابو علي امبارح وهركز بس في نقطة مهمة قوي ممكن يعني اللعيبة اللي لعبوا في مركز المهاجم وعارفين الكلام ده كويس قوي. أسلوب ضغطه، أسلوب ضغطه على دفاع نادي بلدية المحلة، أسلوب الضغط بتاعه يعرفك قد إيه اللعيب تقيل. لعيب كده يعني زي مثلا بنقول مثلا في تنس الطاولة بحكم يعني بنتكلم على البطولة، يعني بنعرف اللعيب من مسكة المضرب. مسكة المضرب مش هرد عليك. مسكة المضرب بتعرفك اللعيب قدام. وسام علي امبارح بكل أمانة بداية المباراة شوفوا يا جماعة إزاي كان بيتحرك عرضي ويبدأ يضغط على لعيبة بلدية المحلة ويفتح السبرنت عليهم في ساعة الضغط. ده مهاجم بيعمل دور دفاعي، ما بالك بفكره في الأداء الهجومي. شفناه طبعا لما عمل السبرنت في وكسر مصيدة التسلل اللي كان بيلعب عليها الكابتن أحمد عبد الرؤوف. طبعا دي طبعا الكسرة بتاعته. بص إزاي النهاردة حط الكنترول وبعد لعيب بلدية المحلة عشان ما يعملوش أي مشكلة يا ثابت في مسألة إن هو التسديد. يعني ده كل الحاجات دي بتبقى مهارات عند اللاعب قديمة عنده، ما بنقولش ان هو يعني ايه طلع بيها في الماتش، لا لا لا، دي حاجات بتعرفك قد ايه فعلا هو لعيب تقيل. وبرده مش عايز اتكلم على عمر كمال عبد الواحد والتقل بتاعه كابتن اسلام في الملعب، لعيب دولي فعلا، لعيب مش محتاج بقى انا اسف فتره انسجام وفتره ان هو يعني ياخد على الفريق وزمايله، ما فيش. الراجل لبس التيشيرت نزل المباراه كانه بيلعب مع النادي الاهلي بقاله سنين. ده انا في وجهه نظري خلت كمان الفريق يبدا يشم نفسه. ليه؟ لان انت النهارده يكون عندك لعيب بيعمل دور المهاجم الصريح 10 من 10 خلاص بقيه اللعيبه تركز في شغلها. لما اللعيبه مع كامل احترام احنا بنتكلم على لعبه جماعيه، اللعيب بيلاقي ان هو في زميل له في الفريق يعني ما بيقدمش الواجب الكامل بتاعه، بيخش هو يبدا يساعد من يساعده، فلما بيساعده بيبدا ياخد من المهمه الموكله له في المركز بتاعه وهكذا. فانا بشوف امبارح بصراحه واحدة من أحلى أحلى مباريات النادي الأهلي مع مارسيل كولر، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله بإذن الله وقت توقيتها مهم يا كابتن إسلام عشان النادي الأهلي بداية. إحنا قلنا دايما بداية من شهر مارس هيبدأ النادي الأهلي يخش في خضم بطولات وزخم كبير جدا 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 لغاية نهاية الموسم الجاري. بس أنا عايز أسألك سؤال، هو الموسم ده هيخلص إمتى؟ الموسم ده هيخلص مع بداية الموسم اللي فات مع الموسم اللي جاي، هنعمل كوكتيل كومبينيشن ينضم البعض لبعضه. السؤال التاني بقى ونشوف هنوصل لإيه الموسم الجاي. احنا هنا في قاعة النادي الأهلي هيوصل ازاي؟ لا في قاعة النادي الأهلي هنا قلنا الموسم الجاي المفروض يتلعب زي أي دوري بلجيكي. والنهارده كل الناس بتبدأ تقول الدوري السنة الجاية لازم يتغير ومش هينفع نلعب بالأسلوب ده. أبدعت الحمد لله أبدعته تمام.